يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة تلفزيون مصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا بسام. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023. دايما كده بنقول اختار الصديق قبل الطريق، والصاحب ساحب ليك دايما في كل ما هو إيجابي. علشان كده مفيش أحسن من صديق الطفولة، لأن صديق الطفولة أو صداقة الطفولة دي تحديدا رغم براءتها ونقائها وأنها صداقة لا يعني يشبه أي من المصالح أو يعني العلاقات القائمة عليها، هي الصداقة الحقيقية اللي بتظل يعني لو ما احتفظناش بيها هتظل يعني فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ يعني حياتنا كله بشكل عام. عشان كده سؤالنا النهاردة بيقول صديق الطفولة هل هو لسه معاك لحد دلوقتي ولا لأ، واحكي لنا عن مواقفك معاه. جمانة صباح الخير. صباح الخير. عندك أصدقاء طفولة يا جمانة؟ عندي فعلا لسه محافظ عليهم؟ يعني عندي أصحاب من المدرسة. بص طبعا يعني وإحنا في المدرسة كنا جروب كبيرة وكنا مجموعة كبيرة، بعد كده مع الوقت بقى ومشاغل الحياة بالظبط، فبيفضل معاك بقى يعني عارف لو طلعت باتنين تلاتة تبقى محظوظ. صحيح. لا أنا طلعت الحقيقة بأكتر كمان من اتنين تلاتة، مش كتير قوي بس يعني أنا بالنسبة لي دول فعلا أصحاب طفولة من وإحنا صغيرين، من وإحنا في المدرسة وإحنا أصحاب مع بعض، وحتى أسرنا نفسها أصدقاء مع بعض. وعارف وإنت كده ما ببص في شريط حياتك تفتكر دايما الشخص ده في ذكريات كتير قوي معاك. صحيح. تحس ان الشخص ده لو غاب ذكرياتك هتبقى فاضيه، وهضيف ليهم بقى كمان صحاب بالظبط. دي حقيقه فعلا. ومع صحاب المدرسه كمان صحاب الجامعه، بما ان احنا طبعا لسه متخرجين من الجامعه اول امبارح، ف منهم طبعا عايز اقول لك لسه اصدقاء الطفوله كتير. ما كبرتيش قوي برده يا جوبين، يعني في اصدقاء الطفوله لسه. لا هم كبروا معايا. كبرنا مع بعض، فبرضو عندي لسه أصدقاء جامعة. أنا بالنسبة لي دول يعني دول اللي طلعت بيهم، دي الناس اللي أنا عارفة إنه لو حصل أي حاجة في أي لحظة فعلا مجرد ما هرفع سماعة التليفون. صحيح. هم موجودين. يمكن قيمتهم كمان بانت بعد ما بتعدي على أشخاص تانية بتعتبرهم أصدقاء ليك، وبيتضح ليك أو تتضح ليك الأمور بعد كده، بتعرف فعلا قيمتهم. مواقف كتير عدينا بيها مع بعض، مواقف حلوة مواقف وحشة، نجاحات وإخفاقات، حاجات كتير جدا بنبقى عدينا بيها، بس يعني يمكن ده بيقوي العلاقة أكتر. مش هقولك عمرنا ما اتخانقنا، لا كتير جدا اتخانقنا وكتير جدا اختلفنا في وجهات النظر، ويمكن عدى أوقات كمان ما كناش بنتكلم بعض. بتعرفي قوة العلاقة تحديدا من المواقف دي. ما هو ما فيش علاقة ماشية على ليفل واحد طول الوقت طبعا. بالمناسبة حتى العلاقات الزوجية انت برضو بتعرفي قوة العلاقة من المواقف اللي بنعدي بيها، وزي ما بيقولوا كده عارفة ده الوقود اللي بيخليك تكملي طبعا. فكرة اللي انت لو انت انا جمانة انا ما عنديش خاطر عندها وما استحملتليش وما بلعتليش بالبلدي كده زي ما بيتقال، يبقى جمانة ما بتعزنيش. صح. هنختلف في وجهات النظر لكن هنتخاصم لا هنعدي، وهي دي الفكرة. وبعد ما بنعدي وممكن نرجع لموقف تاني ونقول يا فاكرة يا جمانة لما كنا هنخسر بعض في الموقف الفلاني، لان انت كل مرحلة بيبقى فيها مرحلة نضج مختلفة بعدها، فلما بتنضجي وترجعي تبصي على المواقف هو انا ازاي كنت بزعل من الحاجات دي. لا وانت قلت كلمه مهمه قوي، هي كلمه الخاطر. صحيح. ان انت ما تهونش على اللي قدامك. انا بالنسبه لي الصديق، يمكن ناس كتير تختلف معايا، بس انا الصديق اهم عندي من يعني الفرنشيب او الصداقه اهم عندي من فكره انه يكون يعني خليني اقول لك ايه، مش زوج. لا طبعا مش ما توصلش للدرجه دي، مش قصدي، بس اقصد انه العلاقه هنا بتبقى مبنيه على حاجات تانية مختلفه خالص. صحيح. عن زوج او زوجه او اخ. بالمناسبه الكلمه دي عشان كده في احيانا ناس كتيره قوي بيبقوا صحاب جدا كويسين، لكن ده ولد وبنت. هل اللي انت ممكن تنتقلي بالصحاب ده من ليفل الصحاب لليفل اللي هم يبقوا اتنين زوج وزوجه؟ احيانا الناس بتخاف علشان صح. انا مش عاوز اخسرك. صح. لانه عارفين ان الزواج مثلا بيبقى فيه قدر من المواجهه اكبر بكتير في من احتمال القدر. الاحتماليه ان انت نجاح وفشل. تخسر بالظبط، احتماليه ان انت تخسر الشخص بتبقى مختلفه. فانا بالنسبه لي الصديق ده هو العيله اللي انا اخترتها، كلنا صحيح. كبرنا وسط عيله ما اخترناهاش،
احنا ربنا قدر لنا ان احنا نكون موجودين وسط العيله دي، والناس دي بتحبنا من غير شروط، لكن الصديق اللي انت بتختاره ده العيله اللي انت بتختارها لنفسك. طب قولي لي اسم او اتنين من اللي انت لسه محافظه عليهم. في ناس كتير قوي هتزعل مني، لا بس اصدقاء طفوله، احنا بنتكلم على اصدقاء طفوله مدرسه. رنا وموقف هقول لك رنا ونورهان. طيب ايه الموقف اللي تفتكريه دايما مع رنا ونورهان؟ هقول لك انا وقت موقف واحد هما مشتركين فيه. انا بصعب لك الموضوع، انا مش عارف انت ليه انت فيه ايه التعجيز ده. هقول لك انا وقت ما بابا توفى الله يرحمه انا ورانا ما كناش بنكلم بعض. كنا متخانقين مع بعض، لقيتها موجوده كده، وكنا متخانقين بالمناسبه لفتره ما كانتش قليله، يعني ممكن تكون شهرين مثلا ما بنكلمش بعض خالص، و يعني الخبر وصل لها بطريقه او باخر يعني، وفجاه لقيتها قدامي هي ومامتها واخوها كلهم كانوا موجودين، وبالمناسبه صحيح. كانت ظروف العزاء كانت صعبه جدا، كانش العزاء كمان وقتها، كانت الدفنه يعني كانت صعبه جدا، لان كنا وقت الثوره، فكانت الظروف صعبه جدا ان حد يجي، ومكان كان بعيد جدا، فعشان يكونوا موجودين واحنا فعلا ما بنتكلمش، وفضلت موجوده معايا طول الوقت، ومن ساعتها يمكن فعلا عرفت انه لا، في ناس حتى لو اتخانقنا حتى لو زعلنا من بعض، لا انت غلاوتك عندك، هو ده الصاحب بقى اللي هو وقتها دي اللي انا بتكلم عنك فيه. وقت الجد بتلاقي الصاحب الحقيقي بينحي كل المشاكل وكل الخلافات، وبيصدر او بيطلع المعدن. صح. اللي معدنه كويس بس هو اللي بيبان في المواقف دي. مستحيل صاحب المواقف كويس ينقلب عليك. بالزبط. مستحيل. عشان كده بقول لك المواقف والازمات هي اللي بيبين الصديق. انا من وجهه نظري بشوف ان في اصدقاء بيكونوا علامه فارقه فعلا، وفي اصدقاء بيكونوا علامه فارغه. خلونا نتكلم إيه بمنتهى الحياه. لا انا عندي اصدقاء طبعا من يعني فتره الكيجي تحديدا او المدرسه الحضانه، لان انا كنت في مدرسه حضانه ابتدائي اعدادي نفس المدرسه، كل دي كانت في نفس المدرسه. الحمد لله صداقتنا استمرت مع بعض، وعندي اسامي كتيره قوي، ويمكن بنتواصل من وقت للتاني، ودي حاجة كويسة. أنا بقول لك أنا يمكن من الحاجة الإيجابية بقى للتكنولوجيا، وفي ظل برضو كورونا والكلام ده كله، إحنا جمعنا بعض الفصل كله، إحنا كنا فصل ألف وبي، إحنا جمعنا الفصلين تقريبا على جروب واتساب، وبدأ الموضوع كده. يعني أنا كان بيكلمني شادي صاحبي، طب يا شادي أنت ما شفتش حد من زمايلنا مش عارف، قال لي والله أنا من ساعة بقى هو دكتور دلوقتي، من ساعة ما فتحت العيادة في المعادي وأنا تقريبا، طب معاك أرقام مين؟ طب معايا كذا وكذا، فبدأت هو يحط وأنا أحط، وكل واحد يدخل كان شرط إن هو على تواصل بأي حد نبتدي نضيف بعض، واتجمعنا تاني. وعاوز أقول لك بقى كان المتعة الحقيقية لما اتقابلنا بعدها في لعبة ماتش كورة. اي نعم انا ماليش في الكوره، انا عارف انت مش هتنبهري قوي، انت بتعلق، انت هيلتك بتعلق بره، بتيجي صاحب الكوره. لا لا لا، بس كانت حاجه حلوه فكره اللي احنا جمعنا بعض. من وقت للتاني اصبحنا، انت ما بقاش بقى صديق واحد، لان هي زي ما بقول لك هي صداقه بريئه، صداقه احنا كلنا مش قايمين على حاجه. يمكن واحنا صغيرين كان دايما هتلاقي اللي هو انا بغضب لما يبقى صاحبي ده مش موجود، وبزعل على زعله. طبعا. ليه ما اعرفش، انا ما اعرفش معنى كلمه صداقه. لا بس هي، بص، هي دي بقى الصداقه، ان انت فعلا زي ما انت قلت خاطرك. وانا بالنسبه صحيح. لي لو حد، انا واحمد مثلا اصدقاء من زمان جدا، اصدقاء جدا، لو حد ضايق احمد اكنه ضايقني بالظبط. ما هو ده اللي انا بقول لك عليه، هو انت بتتعاملي بالفطره. صح. انا ما اعرفش يعني ايه كلمه صداقه لسه، لكن بتبتدي اللي انت تغيري انت مضايقني تفكيرك. بالظبط. في شخص مضايقني. على اي حال زي ما بقولها لحضراتكم، يمكن دي مواقفي انا وجمانة مع يعني اصدقاء الطفوله تحديدا، لكن بالتاكيد اكيد انتوا عندكم مواقف كتيره ومواقف مختلفه واصدقاء طفوله محافظين عليهم لحد دلوقت. فسؤالنا ايه هو صديق، او مين هو صديق الطفوله اللي لسه معاك لحد دلوقتي، واحكوا لنا عن مواقفكم معاه. ده سؤالنا اللي موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل الايجابي الاجتماعي، ومستنيين يعني اسئله إجابات حضراتكم على السؤال، واللي نستعرضها بالتأكيد خلال اليوم النهاردة. صباح الخير على حضراتكم. صباح الخير يا مصر.